السلام عليكم ورحمة الله. تحقق قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا على مختلف الجبهات، في حين يبدو المسار السياسي وقد ظل طريقه في متاهة لا نهاية لها، مع عجز المبعوث الأممي عن تحقيق أي تقدم يذكر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش مآلات الجمود السياسي وآفاق التقدم العسكري على الأرض وأهم مؤشرات المرحلة الراهنة من عمر الأزمة اليمنية. من صعدة في أقصى الشمال إلى نهم، البوابة الأقرب إلى العاصمة صنعاء، ومنها إلى المخا بوابة الساحل الغربي، يبدو التقدم الذي تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ماضيا باتجاه الحسم العسكري بعد طول مماطلة على المسار السياسي. المسار السياسي الذي تحول إلى متاهة يبدو بلا محفزات في الوقت الراهن، مع تحول تحركات ولد الشيخ إلى مجرد زيارات مكوكية ليس فيها أي جديد. إلى أين تمضي الأزمة اليمنية في اللحظة الراهنة مع عودة العمليات العسكرية، وما مصير الحل السياسي؟ نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. في حين يبدو المسار السياسي وقد تحول إلى مجرد رحلات مكوكية يجريها المبعوث الأممي لليمن، تقوده كل يوم إلى محطة جديدة لكن بلا جديد على صعيد البحث عن الحل الضائع. يظهر المسار العسكري على نحو يؤكد أنه هو الطريق الذي ستختاره الأزمة اليمنية للوصول إلى خط النهاية. من صعدة في أقصى الشمال إلى نهم البوابة الشرقية للعاصمة إلى أطراف المخا على تخوم تعز، تدور مواجهة عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي والمخلوع، وكلها تسير في صالح الشرعية. في صعدة أكد محافظ المحافظة توجه قوات الشرعية نحو فتح جبهات جديدة في المعقل الرئيسي للميليشيا بعد استكمال استعادة مديرية البقع على الحدود اليمنية السعودية. أما في نهم الجبهات التي تعد مقياسا لطبيعة المرحلة بتعقيداتها السياسية والعسكرية، فقد حققت قوات الجيش الوطني نصرا استراتيجيا جديدا في ميمنة الجبهة بعد تمكنها من السيطرة على عدد من التلال المحيطة بالمنطقة وأهمها جبل دوة. وبحسب قيادات عسكرية فإن من شأن السيطرة على مواقع الميليشيا في هذا الجبل والجبال القريبة منه أن تكشف مواقع الانقلابيين في أكثر من منطقة، حيث تجعل مناطق الضبوعة والحول وغيل الجوف والعديد من المناطق الأخرى في مرمى قوات الجيش والمقاومة. كما أن هذا التقدم يقطع خطوط إمدادات الميليشيا القادمة من منطقة الساقية بمحافظة الجوف ويؤمن تقدم قوات الشرعية في باقي الجبهات في نهم. على الساحل الغربي تواصل قوات الشرعية تقدمها باتجاه المخا بعد تطهيرها منطقة الجديد الساحلية، وهناك المعركة التي يرى كثير من المراقبين أن نتائجها ستشكل ضغطا أكبر على الميليشيا في الطريق نحو الهزيمة الأخيرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع رئيس دائرة التوجيه المعنوي من مأرب اللواء محسن خسروف. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. إذا بدأنا معك سيادة اللواء من آخر المستجدات في الميدان، ما الذي أنجزتموه اليوم بمساندة من المقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية؟ شكرا جزيلا. الميدان، النتائج الميدان ممتازة ومشرفة، وخاصة في جبهة نهم والساحل الغربي لمحافظة تعز. المندب والمخ والذباب والعمري، الانتصارات مهمة وممتازة وكاسحة في جبهة نهم. تمت السيطرة على أهم المرتفعات الحاكمة في المنطقة وفي الطريق إلى تصفية. يعني الآن القوات المسلحة وحدات القوات المسلحة على حدود أرحب مباشرة، وجرى أمس الاستيلاء على كمية هائلة من الأسلحة والذخائر والصواريخ مختلف الأنواع والعيارات المختلفة والأطقم الصواريخ والأطقم الحربية، يعني ومخازن مليئة بالذخيرة وأنواع مختلفة من الأسلحة والمواد الغذائية المختلفة الأنواع. نعم. يعني جبهتي صنعاء اللي هي نهم وتعز الغربية اللي هي منطقة الذباب والعمري والجديد باتجاه المخا تحقق نتائج ممتازة، وهاتين الجبهتين تدير المعارك فيها بشكل مباشر. نعم. في صنعاء نهم رئيس هيئة الأركان العامة، وفي العمري في الساحل الغربي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود
الأحداث العسكرية التي جاءت من عدن والجيش والمقاومة. نعم سيادة اللواء، سر هذا التقدم الكبير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأيضا التراجع من قبل الميليشيا في هذه المواقع الهامة سواء في الساحل الغربي أو في جبهة نهم؟ الانتصارات ليست في هذه الجبهتين فقط، ولكن أيضا في جبهة بيحان وجبهة الجوف وفي صعدة، هناك انتصارات في أكثر من جبهة. طبعا مقاتلو القوات المسلحة يقاتلون بمعنوية عالية ووعي، المقاتلون وقياداتهم يعون أنهم يقاتلوا من أجل قضية وطنية، من أجل هدف معروف وهو استعادة الدولة. نقاتل من أن يعود المجتمع اليمني إلى حالته الطبيعية، حالة التعايش والشراكة والمحبة والسلام الاجتماعي والاستقرار والأمن في ظل دولة تحكم بمؤسساتها. هذه المسائل الواضحة للمقاتلين، من المقاتل في الخندق حتى القائد. وعلى العكس تماما الانقلابيون، هم قادتهم ومقاتلوهم يعرفون تماما انهم يقاتلون من اجل الباطل، وانهم الدوله بالنسبه لهم ليس هدف، السلطه بالنسبه لهم هدف، السلطه والسلطه يعني في اطارها الضيق على المستوى المناطقي او الاسري او العرقي او المذهبي الى اخر، يعني لا يقاتلون من اجل هدف وطني نبيل وسامي، لا يقاتلون من اجل مجتمع متعايش متآلف مستقر. والمقاتلون في جبهات صاروا يعون هذه المساله، يعرفونها، وهذا ينعكس سلبا على معنوياتهم وعلى ادائهم في القتالي في المعركه. نعم سيادة، المساله مساله معنويات ومبادئ يعني. نعم طيب سيادة اللواء، نعم جماعات القتال، نعم سيادة اللواء، إذن هذه القدرة التي تتحدث عنها بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأيضا التقدم الأخير الذي الآن حصل في مختلف الجبهات دليل قاطع بأنكم قادرون على إنجاز نصر كامل ودخول العاصمة صنعاء، إذن ما الذي يمنعكم من ذلك؟ لا شيء يمنع، نحن في الطريق إليها، يعني من قال لك أن هناك مانع؟ يعني خاصة في هذا الظرف طبعا نستدرك دائما ونقول ما لم يعني ما لم يعني تتعرض قيادتنا الشرعيه للضغوط الدوليه، وانا لا اتصور ان الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه والحكومه يهدرون دماء الشهداء في التي يعني اريقت في هذه المعارك بهدنه لا تؤدي الى سلام. اما نعم. ان كان السلام هو المحصله لاي هدنه يا حبذا، يعني مرحبا نعم. بالسلام ومرحبا بالهدنه، لكن شرط ان اقول وانا اردد هذه الجمله دائما، اذا حصلت المعجزه التي لا نتوقعها منهم، والمعجزه هي ان يعلن الانقلابيون صراحه وبلا مواربه انهم على استعداد للخروج من العاصمه والمدن الرئيسيه وتسليم السلاح وعوده الدوله والقياده وعوده مؤسسات الدوله والعوده يعني الى النقطه التي انتهى اللي بدا منها نعم. الانقلاب، وهي مخرجات الحوار الوطني والسلام. ربما نعم سيادة اللواء، ربما هذا هو المستحيل وما يعني تقوم به الميليشيا اليوم. ربما كنت تابعت الحشد الذي يعني قامت به الميليشيا في صنعاء للنساء بأنهم مستعدات للقتال إذا تخلى الرجال عن مواجهة ما يسمى على العدوان من وجهة نظرهم. أنت أيضا هناك لديك تخوفات كبيرة ربما صرحت بها أكثر من مرة ووجهتها تحديدا للرئيس والقيادة السياسية بعدم القبول بأي حل سياسي ربما يكسر من معنويات الجيش الوطني الذي يحقق هذه الانتصارات، ما سر هذا التخوف سيادة اللواء؟ التجارب السابقة، يعني لدينا تجارب متعددة، هدن كثيرة، يعني كان الحوثي هو يعني أراد وسعى إليها ودفع بالكبار ليتوسطوا او يضغطوا على الدوله الشرعيه وعلى حتى دول التحالف لكي يلتقط انفاسه ويحشد من جديد ليستقبل معركه من جديد، ليس اكثر. يعني كل التجارب وصلت بنا الى هذا المال، الى هذا المؤدى، يعني لم يتحقق اي شكل من اشكال السلام، لم نتفق على اي بند من بنود المبادرات التي قدمت من قبل الامم المتحده، هذا ما هو معروف، وهو طبعا يتكئ في هذا على مماهات أو تماهي الكبار في المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مع الانقلابيين، وهذه مسألة نلمسها بوضوح يعني. نعم
سيادة اللواء، كان لك تصريحات سابقة بأن هناك تطورات جيدة ستحدث خلال الساعات القادمة على جبهتي نهم والساحل الغربي، إلى ما تشير في تصريحاتك سيادة اللواء؟ أنا أشير في الساحل الغربي وحتى شرق العاصمة وغرب مأرب، الانتصارات المتوقعة قريبا، يعني انتصارات، وكان الحديث هذا كان قبل يومين يعني. نعم. وانتصارات أمس كان أحد هذه المفاجآت، انتصارات لم تكن متوقعة وكانت صاعقة بالنسبة للانقلابيين. المناطق التي تم تحريرها شاسعة، والأسلحة التي تم استعادتها والسيطرة عليها من قبل القوات المسلحة من مخازن الانقلابيين، ميليشيات الانقلاب، كانت كميات هائلة، وهذا في حد ذاته يعني مفاجأة غير متوقعة للعدو. ونتوقع إن شاء الله انتصارات أكثر حسما خلال الأيام القادمة بإذن الله، ونتوقع أيضا بإذن الله أن يتم تطهير المخاء وقطع طرق الإمداد على الانقلابيين في تعز عما قريب إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة اللواء، سؤال أخير أودعك فيه، ربما البعض يعني يتحدث بأن تصريحات الشرعية وتصريحاتكم على وجه التحديد في الجيش الوطني ربما من باب الحرب الإعلامية ضد العدو، لكن ما هو على الواقع؟ هناك قرارات تظل عائق أمامكم من مواصلة التقدم الذي تقومون به، هل فعلا هذه المرة ستشهد جبهات القتال تقدم فعلا يغير يعني المسار كليا؟ إذا ما استمرت بنفس الوتيرة فستغير المسار، وستحقق للدولة الشرعية إنجازات مهمة، وهي إنجازات للمجتمع اليمني، هي إنجازات على طريق استعادة الحالة السوداء كما نقول دائما في المجتمع اليمني. وما عدا ذلك فليس بأيدينا، أما القوات المسلحة فهي تنجز يوميا ووتيرة الانتصارات مستمرة. الهجوم الذي حصل في الجوف منذ 3 أيام كان هجوما صاعقا، يعني عملية إغارة قامت بها المنطقة العسكرية السادسة، وكانت فعلا صاعقة يعني في أدائها وفي النتائج التي ترتبت عليها. القوات المسلحة الآن تمتلك قدرات قتالية وإمكانيات تمكنها من تحقيق نصر حاسم إن شاء الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف، كنت معنا من محافظة مأرب. وينضم إلينا الآن الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي من الدوحة. مساء الخير سيد جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا سيد جمال. إذا تابعنا تصريحات سيادة اللواء خسروف وأيضا التقدم الحاصل الآن في الميدان لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هل تعتقد بأن الخيار العسكري بات هو الأقرب والميدان هو من يتحكم بالأزمة اليمنية وأن الحل السياسي انتهى؟ أولا حتى نتحدث في هذا السياق علينا أن نذكر اليمنيين بأن الحرب هذه فرضت على اليمنيين وفرضت على الشرعية ولم يختاروها، هذه مقدمة لابد أن نذكر بها بشكل دائم عندما نتحدث عن الحل العسكري والحل السياسي. فنحن أمام حرب فرضت على اليمنيين لم يختاروها، نحن في ربما في اقتربنا من ذكرى ثورة 11 فبراير، نذكر اليمنيين ونذكر المجتمع الدولي أنه المناخ السياسي كان قبل انقلاب صنعاء، كنا بعد مؤتمر الحوار أمام مفترق طريقين، طريق الذهاب نحو بناء ملامح الدولة الحديثة والبناء على مسودة الدستور وما اتفق عليه اليمنيين داخل مؤتمر الحوار، والخيار الثاني كان الذهاب نحو الحرب. علي عبد الله صالح وبلشية الحوثي هم من اختاروا الذهاب نحو الحرب، وما يحدث حتى هذه اللحظة هو ردة فعل وهو صد لهذا الهجوم ولهذا الخيار الذي فرضته علينا ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح. نعم. هذه مقدمة مهمة. أما اللحظة الراهنة التي نحن فيها فهي تقول بشكل واضح وتصرخ في وجوهنا أنه لم يفهم العالم منا لغة السياسة ولا يفهم الحوثيين ذلك، فأصبح التقدم العسكري وأصبح الخيار العسكري هو الخيار الذي حتى ضامن لأي حل سياسي قادم أو لأي حوار قادم. ما لم تحسم الشرعية كثير من المناطق العسكرية على الأرض لن يكون موقفها التفاوضي بما يخدم الانتقال أو بما يخدم دعني أقول بناء أو البدء بتشكيل ملامح الدول الاتحادية. نعم. حتى وإن افترضنا أنه في النهاية سينتهي إلى حل سياسي، أو افترضنا أن هناك جولة ربما قادمة بعد أشهر من المفاوضات،
ما لم يكن هناك تقدم حقيقي على الأرض يضيق على صنعاء ويتقدم في كثير من الجبهات مثل طائز والحديدة. نعم التقدم الأخير سيد جمال، نعم التقدم الأخير سيد جمال ما حصل الآن في ذباب، وقريبا كما تصرح قوات الجيش الوطني بأنهم على مشارف استعادة المخا، وأيضا التقدم الذي حصل بالأمس في جبهة نهم وهي مواقع مهمة وهامة في هذه المناطق واستولوا على العديد من الأسلحة، هل هو يعني غير كافي بالقول بأن الشرعية تقدمت وحققت إنجاز كبير سيكون ورقة ضغط لأي مفاوضة سياسية قادمة إن كانت هناك أيضا مفاوضة سياسية؟ هو تقدم، هو تقدم حقيقي، وحسب متابعتنا قبل دقائق كنت على تواصل مع أحد المصادر التي موجودة في الجبهة، في الجبهة الأمامية، وأكد وتأكدت بأكثر من طريقة ربما حتى أكون أتحدث بشكل أكثر ثقة، وهناك تقدم حقيقي في أكثر من جبهة، جبهة نهم وجبهة في اتجاه المخا، وكذلك نحن نتحدث اليوم إذا ما قارنا إلى قبل عام أو قبل عام ونصف كان الحوثيون على أسوار عدن، اليوم الجبهة مفتوحة في صعدة، هذه نعم. نقلة نوعية في الحرب، عندنا مناطق انتقلت من مناطق محتلة من الحوثيين إلى مناطق تدار من خلالها الدولة، وأصبح يصدر فيها الجواز ويتصرف فيها الرواتب، وأصبح دولة شرعية تمارس سلطتها فيها. نعم. إذن نحن أمام بلا شك أمام تقدم حقيقي، نحتاج إلى بالإضافة إلى هذا التقدم إلى تحرك، دعني أقول في اتجاه مخاطبة المجتمع الذي ما زال موجود في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين، إذا ما استطعنا أن نوجد قناة تواصل بمعنى ما الذي يمكن أن تقدمه الشرعية، على سبيل المثال هل تستطيع الشرعية أن تتجاوز فكرة تمنع الحوثيين من الإتيان بكشوفات من أجل صرف الرواتب؟ لابد أن يكون هذا واضحا، أن الشرعية تحاول أن تفعل شيئا في المناطق التي تسيطر عليها جبهات الجماعة الحوثي ولكنها لا تستطيع. هذه هذا الخطاب باعتقادي أنه الشرعية تحاول أن تصل من خلال الخطاب الإعلامي ومن خلال بعض الخدمات إلى كل مناطق اليمن بما فيها المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، هذه ستكون لها بعد اجتماعي، لأنه نريد أن نوصل رسالة واضحة لكل المجتمع اليمني أن ربما جاءت. نعم سيد جمال، نعم ما ذكرت ربما جاء معززا لتصريحات رئيس الحكومة بأن الرواتب ستصرف لكل المحافظات وفي كل المدن التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وأيضا توجه الدولة بشكل عام في هذا الصدد، ونأمل إن شاء الله أن كل هذه التصريحات أن تلقى يعني واقعا أو أن تصبح واقعا على الأرض ويلمسها المواطن في الداخل. اسمح لي سيد جمال أن نشارك معنا في الحديث مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم وبالمشاهدي الكرام جميعا. أهلا ومرحبا بك. في البداية أستاذ مختار، ولد الشيخ ما الذي حمل إلى عدن وبماذا عاد؟ هو لم يحمل شيء ولم يعد، وعاد بموقف واضح وموقف متصلب من قبل رئيس الجمهورية. هو جاء يحمل خطته السابقة وحاول أن يدخل عليها بعض التعديلات التي لم تطرح بشكل رسمي، ولكن كان الموقف من فخامة رئيس الجمهورية أن الموقف واضح وثابت أنه لا يمكن الحديث أو الالتفات لأي خارطة أو مبادرة تتجاهل القرارات الدولية، تتجاهل المرجعية المتفق عليها، بالتالي لم يحدث شيء. كان يريد أن يخرج بموعد جديد للمشاورات ولكن لم يتم ذلك، ولم يتم الإعلان عن جولة جديدة للمشاورات. أعتقد أن الشيء الوحيد الذي خرج به هو تحديد أعتقد موعد لذهاب اللجان، لجان التهدئة إلى عمان الأردن لأخذ بعض الدورات التأهيلية لهم هناك، هذا أعتقد هو الشيء الوحيد. وهذه طبعا حقيقة ما كان وما تم في اللقاء البسيط، وهو لقاء استمر ساعات بسيطة في مدينة عدن بين الرئيس ورئيس حكومته وأيضا نائب وزير الخارجية وبينها اسماء ولد الشيخ أحمد. نعم هذا يعني التيهان من قبل ولد الشيخ ربما في البحث عن أي إنجاز لحل السياسي في اليمن، هل باعتقادك لا زال ممكنا سيد مختار بالنظر إلى التقدم الحاصل الآن لقوات الجيش الوطني والشرعية في كل الجبهات، وربما زمام المبادرة بات الآن في يد الحكومة الشرعية والتي تساند الرئيس عبد الرب منصور هادي باستعادة الدولة؟ نعم عزيزي، بالنسبة للمسألة في اليمن والقضية في اليمن والأزمة في اليمن لدينا مسارين، المسار الأول هو مسار عسكري قائم ومدعوم بقوة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ولدينا أيضا مسار آخر وهو مسار سياسي يعني مدعوم وبقوة من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة.
أيما المسارين تعثر فبكل تأكيد أن المسار الآخر سيقوم بالمقام، بمعنى أنه إذا تم لم نستطع الوصول إلى حل سياسي وسلمي من خلال الممتحة لدينا المسار العسكري. وهذه الأيام تغيرت المعادلة العسكرية في الميدان، وأيضا تغيرت المعادلة أيضا السياسية. كان هناك المجتمع الدولي والجميع يتحدث عن حكومة المنفى وحكومة في الخارج، الآن رئيس الجمهورية في الداخل، الحكومة في الداخل، نائب رئيس الجمهورية متواجد في مأرب ونائب رئيس الوزراء أيضا متواجد في مأرب. الآن الوضع تغير، الخارطة العسكرية أيضا تغيرت، هناك تقدم في جبهة صعدة، هناك تقدم في الساحل الغربي، هناك تقدم في الجوف، هناك تقدم في صرواح، في نهد. بالتالي المعادلة العسكرية حينما تتغير تتغير المعادلة السياسية مباشرة، ويقدم تنازلات. في السابق كان الحوثيين يرفضون مجرد الحديث عن المشاورات، الآن هم من يدفع بولد الشيخ للتوصل والتواصل مع الحكومة الشرعية للعودة. نعم. إذا كان كما تتحدث سيد مختار، الميليشيا هي من تسعى للبحث عن أي حل سياسي وتطالب ولد الشيخ بذلك، إذا لماذا لا توقع على كل الاتفاقيات التي ربما تقدم لها إن كانت في يعني في الطرف الضعيف نسميه؟ هي في مأزق، نحن نعرف والجميع يعرف من خلال المتابعة أن الميليشيا الانقلابية في مأزق سياسي، لم يعترف أحد بكل ما قاموا به من إعلان المجلس السياسي وإعلان ما تسمى بحكومتهم حكومة الإنقاذ، لم يعترف أحد. أيضا في الجانب العسكري أيضا يتقهقرون، وفي الجانب بالنسبة لوضعهم المادي والاقتصادي الوضع سيء، لم يستطيعوا دفع الرواتب، لم الشعب الآن يغلي، بالتالي هم الآن من يبحثوا عن طوق نجاة. وحتى وإن لم يعلن ذلك بالشكل الصريح، وحتى وإن لم يقدموا التنازلات المطلوبة، لكن في نهاية المطاف كل ما زاد الخناق عليهم كل ما قدموا تنازلات أكبر، وكل ما دفعوا بالعملية السلام، ونحن نعرف أنه كل ما يتم دحرهم من منطقة تأتي بعد ذلك منادات من قبل المجتمع الدولي بالعودة للمسار السياسي ومسار التسوية السياسية. مع أننا للعلم جميعا أن الحكومة الشرعية دائما ما تتحدث أنها مع الحل السياسي والسلمي، وأنا وأنت وكل اليمنيين مع الحل السلمي والسياسي وإنهاء الأزمة وإنهاء الحرب، لكن علينا أن نعرف حقيقة الأمر، من الذي يقف ضد الحل السياسي؟ من الذي يتعثر؟ من الذي يعرقل؟ هو الطرف الآخر، بالتالي نعم. يتحمل المسؤولية التاريخية ويتحمل المسؤولية أشكرك. أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي وأمام الجميع. أشكرك. نعم، مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إلى الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، تصريحات كيري عن خطأ الشرعية في رفض مقترحاته للحل في اليمن، هل تشير بأن المجتمع الدولي قد يتجه هذه المرة نحو البحث عن خطة أخرى؟ هو الذي سيجعل المجتمع الدولي، نحن لا نحتاج يعني أن نقول أن المجتمع الدولي بالوقت الذي يؤكد في تصريحاته وفي قراراته على موضوع الشرعية والعنوة مع الشرعية، إلا أن هناك تحركات مريبة. هذه التحركات بدأت منذ وقت مبكر، منذ أن كان الحوثيون على أسوار صعدة منطلقون نحو صنعاء، منذ سقوط دماج، وهم ينادون الحكومة الشرعية والجيش المتبقي مع الشرعية أن يقف على الحياد. هذا كان من أغرب ما يمكن، وحتى هذه اللحظة لا نجد تفسيرا منطقيا نحو هذا التوجه. نعم، فهذا يعني ليس مستغربا، لكن الذي سيغير المعادلة، ليس هناك شيء سيجعل المجتمع الدولي يغير أي خطة قادمة إلا التقدم العسكري على الأرض. نعم. هذه للأسف الشديد هي الحقيقة التي أثبتتها سواء تحركات المجتمع الدولي الأخيرة أو حتى جماعة الحوثي، أنها لا تريد أي، ليست صادقة وإلا ستجد في أي حل سياسي يجعلها حتى مشاركة في المستقبل في اللعبة السياسية، لا زال عندها رغبة. نعم. أن تصبح هي المتحكمة بالمشهد السياسي. نعم، هل تعتقد بأن الحكومة الشرعية والتحالف هذه المرة سيواصلون إنجاز هذا التقدم العسكري علهم يغيروا فعلا من قناعات المجتمع الدولي بإنجاز عودة الشرعية، ويعني فتح المجال أمام الشرعية للعودة بعد كل التجارب التي والاتفاقيات التي عملوها مع الميليشيا ولم تفضي إلى أي حل أو أي تقارب من قبلهم؟ كل الوقائع وكل المقدمات وكل يعني أقل درجة من درجات إعمال العقل في التفكير في هذه المسألة يقول أننا أمام معركة مصيرية، معركة وجودية، سواء بالنسبة للدولة في اليمن وللشرعية في اليمن أو بالنسبة للإخوة في الخليج وفي التحالف. نحن أمام لحظة ما لم يرتقي الجميع، ولذلك يعني دعنا نقول أنها فرصة للحديث. يعني اليوم ربما صحيفة الخليج الإماراتية نشرت تقرير حول جزء
يعني من المجتمع اليمني او جزء من هم الان مشاركين. اعتقد لو 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 افترضنا جدلا، وهذا غير صحيح ان ما ورد صحيحا، من المفترض ان ترتقي يعني اعلام التحالف وان يرتقي الجميع الى مستوى اللحظه. نحن امام لحظه، امام تهديد وجودي. اذا كان الاخوه في الخليج وفي التحالف لم يفهموا هذه حتى هذه اللحظه، فهذه اشكاليه كبيره جدا. لذلك منذ لحظات مبكره كنا نقول ان هناك خلل في اعلام التحالف. اليوم كل الاعلام الغربي لا يرى الا ان السعوديه تقصف في اليمن، ولا ينشر في الراي العام الغربي الا ما يؤكد هذه الحقيقه، دون ان نجد من يدافع سواء من اعلام التحالف او من اي اعلام اخر. في الوقت الذي نجد جزء من إعلام التحالف يتناول جزء من المقاومة وجزء ممن وقفوا أمام هذا يعني المد الميليشياوي الذي هو مهدد حقيقي لليمن ومهدد حقيقي للخليج. لذلك ما لم يرتقي الجميع إلى مستوى اللحظة وينسى المماحكات والرغبة في تصفية حسابات وهمية، ما لم يرتقي الجميع إلى مستوى اللحظة، سوف تكون هذه فرصة ومد طوق نجاة للمخلوع صالح وللحوثيين. أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. الشكر أيضا لرئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف، والشكر أيضا لمستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، وألقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.